الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فما أجمل الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته المشرفة وسيرته العطرة الطيبة. وإن السيرة النبوية المشرفة هي التطبيق العملي لجوانب كثيرة من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وقالت: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، أي أن أفعاله وتصرفاته كانت ترجمة عملية لأخلاق وتعليمات وتوجيهات وأوامر ونواهي القرآن الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم نعم القدوة لأمته، نعم القدوة لأصحابه، نعم القدوة لأزواجه، نعم القدوة للناس أجمعين، حيث يقول الحق سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعندما ننظر في العبادات نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فالسيرة النبوية وأعمال وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجمة عملية لكتاب الله ولسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كتاب السيرة النبوية في العصور المتأخرة ركزوا على بعض الموضوعات، وركزت بعض الجماعات المتطرفة في عصرنا الحاضر في قراءة السيرة النبوية المشرفة وكتابتها وتدريسها على موضوع الغزوات كجانب تكاد تجعله جانبا وحيدا، أو على أقل التقدير تحاول أن تجعله الجانب الأبرز في كتابة السيرة النبوية وفي تدريسها، وحتى في المسابقات التي تدار حول السيرة النبوية نجد أن معظم الأسئلة تتردد حول موضوعات الغزوات في سنة الغزوة وعددها وما شاكل ذلك أو شبهها، لأن هذه الجماعات إنما كانت تجيد استخدام هذا الجانب في تهييج مشاعر وإلهاب حماس عناصرها وكوادرها، بل تتخذ من ذلك وسيلة لإصارة العامة أحيانا كثيرة. وعندما نمعن النظر والتأمل في كتاب الله عز وجل نجد أن القرآن الكريم سمى الأشياء بمسمى الأدق، فلم يرد في القرآن الكريم لفظ غزوة قط، إنما عبر القرآن الكريم عما كان من نصر المسلمين يوم بدر مثلا بيوم بدر، فقال سبحانه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فسمي يوم بدر بيوم الفرقان. وعندما تحدث القرآن الكريم عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه يوم حنين قال الحق سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فقد كانت حروب النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه حروبا دفاعية، إما دفعا لعدوان أو ردا لاعتداء
او دفعا لخيانه او تامر او لنقض عهد الاعداء معه، ولم يكن اي منها اعتداء على احد. فكان الانسب والادق ان يعبر عنها بلفظ يوم وليس بلفظ غزوه. ومثلا حتى بالمفهوم اللغوي في غزوه بدر، من الذي خرج لغزو من؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خرج من المدينه ليغزو اهل مكه، او ان اهل مكه وان كفار مكه وان المشركين قد خرجوا بقضهم وقضينهم من مكه الى المدينه يريدون استئصال دعوه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المشرفه؟ وفي يوم احد من الذي غزا من؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خرج بجيشه الى مكه، او ان اهل مكه هم الذين اتوا الى المدينه ليسعوا لقتلهم في بدر فجاءوا الى احد؟ وفي غزوه الخندق من الذي غزا من؟ ومن الذي حاصر من؟ هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات الاحزاب، او ان الاحزاب هم الذين تجمعوا من كل حدب وصوب وجاءوا لمحاصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة محاولين استئصال دعوته في المدينة النبوية المشرفة؟ إذن فكلمة غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق لا لغويا تعبر عن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غزا، فلم يكن النبي غازيا وإنما كان مدافعا، ولا استخدم القرآن الكريم لفظ غزوة، ولأن بعض من يريدون الطعن على ديننا الحنيف يصورون على أن حياتهم كانت غزوا وكانوا يعني يميلون إلى الغزوات، وإنما كانت الحرب دفاعا عن الوطن والنفس والمال والعرض. لم يشرع القتال في مكة لأنه لم يكن للمسلمين دولة يدافعون عنها، وكانوا قلة مستضعفين. عندما أصبح لهم وطن وأصبحت لهم دولة أصبحوا يدافعون عن دينهم ووطنهم وأرضهم وعرضهم في المدينة المنورة. فدين الإسلام دين لا يهدف أبدا ولا يقبل ولا يدعو إلى سفك الدماء، وإنما يدعو إلى حقن الدماء. الأصل فيه السلام، ومن ثم وجب علينا أن نعيد قراءتنا لسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة تبرز الجوانب الإنسانية وجوانب الرحمة، وتضع الأمور في نصابها، وتسمي الأشياء بمسمياتها، وخاصة ما سماها به القرآن الكريم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.